اليوم البنات غادي نوجد معكم زيت الحلبة الرائع في التسمين، يعني تسمين الخدود، تسمين اي منطقة بغيتيها، وبالاضافة الى التسمين فهي تتنقي لنا البشرة، يعني تترطب لنا البشرة وتتحيد لي طاش وتتحيد اي حاجة في البشرة، وممكن تستعملوها حتى شعرنا اللي كيعاني من التساقط، فهي رائعة البنات عن تجربة شخصية لقاش نعاني من التساقط. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد، وتنبغي نشكر كاع الناس اللي انضموا للقناة، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا. يعني انضموا للقناة الناس من الجزائر، بنات من الجزائر تنقول لهم مرحبا بكم، يعني اخواتنا الجزائريات، والناس من العراق والمصريين حتى هما خوتنا، والعراقيين كل شيء، يعني من اي بلاصه تزادوا عندي في القناه مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم على اللي لايك ديالكم، هذا شرف لي انكم تكونوا في قناتي، يعني ماشي على قناتي، راه قناتنا كاملين ان شاء الله غادي تكبر بكم. بالنسبه للتساؤلات البنات غادي نبقى انا، راه اصلا كنجاوب في لي كومونتير، اللي ما جاوبتهاش تسمح ليا، ولكن الاغلبيه كنجاوب. بالنسبه لواحد الاخت اللي بغيت نجاوبها وطرت التعليق ديالها، يعني ما بقاش في الوصفه ديال تسميل الخدود، قالت لي اختي واش زيت الحلبه كتنوض الزغف في الوجه؟ فاختي يعني يلا بركت على التعليق، يمكن كتباتو، يلا بدا الفيديو يعني كتباتو، هذيك الحاله اليوتيوب تيحيد التعليق ولا فيه كلمات محظوره، لاقاش اليوتيوب عنده شي كلمات محظوره، يعني واخا تكون هي ما كاتبه في التعليق حتى حاجه، يعني حتى حاجه خايبه ولا هذا، اليوتيوب تيحيد التعليق. فبالنسبه اللي بغات تخلي لي شي تعليق من بعد ترجع للفيديو تشوف واش باقي التعليق، ما كانش عاود تعليق اخر، يعني راه في جميع القنوات ماشي على قناتي تعاليق تيطيروا. فاختي الحلبه راه ما كتنوض لا زغب لا والو، شوف يعني دير قدامك، يعني واخا تنحيدوه بحال هكا مره في شهرين ولا هذا، فراه ما كينوض لا زغب لا والو. ها انت والحلبه كانوا تيستعملوها الناس زمان، شوفي وجههم تبارك الله كي دايرين، وجههم يعني كي داير وجههم نقي وجههم زوين وصافي. فاللي كينوض الشعر في الوجه يقدر يكون اسباب يعني عده، بحال التغير في الهرمونات، بحال التكيس في المبيض، تينوض الشعر في الجسم كامل ماشي حتى ماشي في الوجه، يقدر بحال هكا تكيس المبيض تينوض في الجسم كامل، في اليدين، يعني الوحده تيبان لها التغير ديال الهرمونات، تينوض الزغب. اما الحلبه ما كتنوض لا زغب لا والو، كذب عليك الكذاب، بالعكس راه كتصفي الوجه. وغتشوف واحد الاخت راه كتبت التعليق ديالها، نيت قالت كانت تستعمل غير الحلبه والماء ووجهها يعني حيدت لها الاطاش وصفات لها الوجه. فاليوم البنات موضوعنا على الحلبه، كذلك غنشارك معكم الزيت ديال الحلبه. علاش بغيت نشارك معكم الزيت الحلبه؟ كنت بغيت نشاركها معكم شحال هذا، وواحد الاخت نيت حتى هي مصريه قالت خدات زيت الحلبه ودرت ليها الحبوب في الوجه. فزيت الحلبه دير لك الحبوب في الوجه الا كانت مغشوشه او زادوا فيها شي اضافات، يعني راه تيغشوا في الحاجه، يعني هادو كاع اللي كيبيعوا، خصوصا الا ما خديتيهاش من شي مصدر موثوق فيه، فمن الاحسن انك تصايبيها لراسك، تكوني متاكده اشنو مصايبه في ديك الحاجه. اي حاجه بغيتيها صايبيها في دارك، الا شي حوايج يكونوا هكا صعب ممكن تشريها، وتشريها من بارا فارماسي، لحقاش الفارماسيين تيكونوا زايدين في الثمن ونفس المنتوج. فالنصيحه ديالي اللي بغات تاخذ شي حاجه تاخذها من بارا فارماسي، فعندهم يعني الحوايج زوينين، عندهم منتوجات زوينين، لا في الكريم لا في اي حاجه، وتيكون الثمن ناقص على الفارماسيين. فاليوم غنصايب معكم زيت الحلبه بالطريقه التقليديه اللي كانوا تيصايبوها بها جدودنا، يعني طريقة تقليدية وطريقة سليمة بدون إضافات، بدون الطريقة اللي كيزيدوا فيها الماء وتيخليوها تشرب، لا غادي نوريكم الطريقة الصحيحة والطريقة الآمنة باش تصايبوا زيت الحلبة وتتعطيكم مفعول في وقت وجيز، يعني الماكسيموم غادي تعطيكم الوقت في 15 يوم 20 يوم تتبان النتيجة، يعني أسبوعين 20 يوم كاع إلا ما كانش الجسم ديالك تيتفاعل مع الأشياء هكا بسرعة، يعني فمن 15 يوم حتى الشهر غادي تعطيك النتيجه الطوبه البنات. فما نكثرش عليكم، نقول لك كثرتي، غادي نمشيو نشارك معكم الطريقه الصحيحه لتحضير الحلبه، فبقاو مع الفيديو ما تمشيو فين، وما تنساونيش من لي لايك باش هكا نعطيكم مواصفات اخرين، يعني شحال من وصفه طلبات طلبوني عليها الاخوات، ان شاء الله شويه بشويه معكم، تعيانه شويه عفان الله وعافاكم.
انتم مع مصوطه باقي باقي تيبان لكم يعني باقا عيانه شويه، ان شاء الله شويه بشويه غادي نبقى ندير لكم وصفات. طلب انا الاخوات ما غاديش نسدي وحده، غادي نلبي لكم كاع الطلبات ديالكم والرغبات ديالكم. اللي بغات شي وصفه راه غادي نحطها لها ان شاء الله تكون اكيده، فبقاو مع الفيديو ما تمشيو فين. وهنا البنات غادي نبداو بسم الله على بركه الله. المكون الاساسي والرئيسي في هذه الوصفه يعني في زيت الحلبه اللي هو الحلبه البلديه، راني قربت لكم باش تشوفوها مزيان. يعني الحلبه البلديه تتكون صغيره وتتكون قهويه بزاف، ماشي عكس الحلبه الروميه تتكون كبيره واللون ديالها مفتوح. يعني احسن حاجه تستعملوا الحلبه البلديه. وعندي هنا الزيت البلديه اكسترا فيرجين، يعني زيت البكر بالنسبه للبنات اللي في المغرب، فديريها في بامغ لحقاش يكونوا دايرين فيها الملحه، ديريها في بامغ من بعد تستعمليها. هنا غادي نديرها في واحد الاناء اللي غادي نديرها فوق البوطه، يعني في مقله ولا هذا، فانا درتها في التبصيل وغنديرها فوق البوطه. يعني ديروها في مقله ولا هذا، ولا ملي تكونوا شاعلين الفران خشيوها بحالكم طيبوا الخبز ومن يطفي وديروها. شفتي ليها البوطه هي، غنديروها تحمص شويه، يعني شويه ماشي تحمر غير تسهض. بالنسبه انا درتها هكا فوق البوطه لحقاش ما شعلش الفران. بالنسبه بحالك طيبي شي حاجه في الفران خشيها، يعني يكون الفران باقي سخون وتخشيها، يعني طفي الفران وخشيها تحمص لك. فانا غادي نحمصها غير شويه، ما غاديش نحمرها تولي حمراء ولا، يعني غير شويه غير تصهد باش تحنينه وفي نفس الوقت هذاك الجهد ديالها تيتهرس، يعني ما تبقاش مجهده. حتى اللي عندها البشره حساسه ما دير ليها والو، يعني انا كنقلب بيديا استحليتها. المهم راه باقا دابا ما باقا ما سخناتش داكشي علاش. المهم غادي نحمصها شويه ونتلاقاو البنات، ما غاديش نحمرها غير غادي تصهد ونحيدها. وهنا البنات من بعد ما صهدنا الحلبه، يعني غير تنصهدوها باش تسهل علينا في الطحين، وفي نفس الوقت داك الجهد ديالها ما تبقاش مجهده. حتى اللي عندهم الحساسيه ما تسبب ليهم في والو. وبالنسبه قبل اي وصفه ما ديروها خاصكم تجربوها جهه عنقكم ولا في يديكم عاد ديروها، لحقاش كل وحده واش من حساسيه عندها. هنا البنات من بعد ما طحنتها كيما شفتوا راني طحنتها مزيان، ماشي عاهر مشى ولا هذا، راني طحنتها مزيان. هنا غادي ناخذ فنجان ديال الزيت البلديه، ولكن من بعد غادي نزيد لحقاش على حسب الكميه اللي استعملتي وعلى حسب يعني الكميه كما قلت لكم اللي استعملتي. هنا في الاول كنت بغيت نديرها في ديك القرعه ديال، يعني كانت فيها زيت اللوز، هادو راه ديال المغرب بالنسبه للبنات اللي كياخذوا من البارا غادي يعرفوهم، ولكن يعني جاتني هذاك الدواز ما بغاش يدخل ليا في ديك القرعه. هذيك سهله في الحقيقه، زوينه سهله، يعني تتبقاي تبركيله وتتخرج لك الكميه اللي بغيتي. صافي انا درت المهم البنات درت جوج معالق كبار في القرعه الاخرى، وحتى هنايا يعني على حسب الكميه وعلى حسب القرعه اللي غتستعملوا. وحتى هنايا راني كتشوفوا يعني درت جوج معالق، وغنضيف الزيت يعني داك الفنجان ديال الزيت وجوج معالق كبار. ومن بعد راه غادي نزيد الزيت لحقاش ما عمرش ليا القرعه، وغادي نكب الزيت في القرعه الاخرى حتى هي، راني كبيت من القرعه لحقاش داك الفنجان كامل خويته في هاد القرعه، وتشوفوا يعني وصل غير نص ديال القرعه بالنسبه لهاديك ديال السيرو. صافي البنات هانتوما كيما كتشوفوا، راه غادي نذكر معكم الفوائد ديال زيت الحلبه، راه زوينه البنات وحتى الشعر بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من التساقط، وبالنسبه للبنات اللي عندهم بحال هكا يعني البشره ما صافياش يبقاو يستعملوا يدهنوا بها بحال كيرطبوا بها بالليل، وفي الصباح يغسلوا بالصابون يعني عادي. هنا غادي نحركها مزيان ونذكر معكم الفوائد. بالنسبه لزيت الحلبه البنات فهي تتحفز لينا وتساعد لينا الدوره الدمويه تحرك في الوجه، وهذا تيساعد على تسمين الوجه واي منطقه بغيتو تسمنوها. وبالنسبه لزيت الحلبه فهي من الزيوت النباتيه الغنيه بالعديد من العناصر الغذائيه والمركبات المفيده، بحال يعني مضادات الاكسده والفيتامينات وماده السابونين. فبالنسبه لمضادات الاكسده الموجوده في الحلبه فهي تقاوم لينا علامات تقدم في السن بحال الخطوط الرافعه والتجاعيد، وتترطب لينا البشره وتتحسن لينا الملمس ديالها والمظهر ديالها، وتتفتح لينا البشره وتتقاوم لينا المشاكل الجلديه بحال حب الشباب. وبالنسبه للشعر فهي تتحسن لينا المظهر ديال الشعر وتتقويه، وتتساعد على نمو وانبات الشعر والوقايه من القشره، فهي توقينا حتى من القشره وتتحاربها. بالنسبه للزيت ديال البنات هذه الكاسرونه نطفيو عليها، المهم درنا فيها الماء طايب تغلى، وغنديروا القراعي ديالنا. درت هاد الكاسرونه شويه كبيره، نتاكدوا من القراعي بالله راه مسدودين مزيان، ونخشيوهم ونخليوهم حتى يبرد هاد الماء هذا،
ونبقاو نتاكدوا وخاص الماء يكون طالع فوقهم. المهم نبقاو نخشيوهم بشي لعيبه بحال هكا. البنات غادي نبقاو ناخذوهم يعني نخليوهم الماء يعني ما يطلعوش فوق بحال هكا، ولا مرة نخليوهم حتى يديروا حتى يبرد هذا الماء ونحيدوه من الطلاقة. المهم نرجع لكم بعد شويه حتى يدير حتى يبرد الماء ونطلقه ونحيدوه من في مره. صافي خليهم هذه راه نزلات مع صغيره وغادي تبقى طالعه. غادي نبقى نحاول مع ندير لها بحال هكا باش داك الزيت باش ديك الحلبه تطلق في داك الزيت. وهذه هي الطريقه الصحيحه البنات، راه يكذب عليك الكذاب ويقول لك شي طريقه اخرى ولا نزيدوا عليها الماء ولا. هذه هي الطريقه الصحيحه لتحضير الحلبه، زيت الحلبه عفوا. هذه راه كاع محنتني معها. وانتوما ديروا في قراعي صغار ولا شي قرعه بحال هذه صغيره. وبالنسبه لي انا متوفره عندي كاع دوك القراعي عندي عامرين اللي فيهم نيت الزيت وهذا، فعندي عادي ديال السير كبيره. وهنا البنات ها هو الزيت ديالنا وجد، فغادي نديرو في واحد البلاصه يعني مظلمه وغادي نخليه واحد السيمانه. يعني بغيتو تخليوه كثر ولكن كل مره تفكروا تجبدوا خلطوه بحال هكا. ومن بعد غادي تصفيه وديروه في شي قرعه يعني كل لون ديالها غامض غامق. انا ما غاديش نخلي في هذه القرعه البيضاء، ما غاديش نخليه تما لحقاش شي يفقدوا يعني الزيت تتفقد المفعول ديالها وما تعطيكش النتيجه بسرعه. المهم هذا هو الزيت ديالنا كما كتشوفوا، يعني زيت مضمون البنات 100%. وسيري جربيه وردي عليا بالنسبه للبنات اللي كياخذوا الزيت من بلايص وما تعطاهمش النتيجه ولا كيتسبب لهم في شي حاجه في شي مشكل حبوب ولا اي حاجه، فاما تيكون مغشوش ولا تيكون يعني قديم ولا. من الاحسن البنات تستعملوا الزيت في داركم يعني بحال هذا الزيت هذا اللي هو سهل جدا، ديروه في الدار ما غاديش تخسروا عليه حتى حاجه، كلشي موجود الحمد لله. هذا هو الزيت ديالنا ونتمنى انكم تجربوه. البنات انا رجعت لكم من بعد ما وجدنا زيت الحلبه، يعني زيت مضمون ومن الاحسن انك تصايبيه في دارك، يعني تصايبوه في داركم البنات احسن حاجه وتتعرفوا نيت اشنو كاين فيه. ما كانش يعني ما كانش عندك الرغبه انك تصاوبيه، خاصك تاخدي من شي بلاصه تكوني موثق منها كما قلت لك بارا فارماسي احسن حاجه. المهم هذا هو الزيت ديالنا، يعني غادي يكون صالح تخليه واحد المده يعني واحد السيمانه غادي يكون صالح باش انك تستعمليه وتستعمليه في اي منطقه بغيتي تزيدي فيها، يعني في الوجه في اي بلاصه بغيتي تزيدي فيها، يعني بغيتي الحجم ديالها يتزاد فتستعمليه ودير بها مساج. المهم هذه غادي نخليها من بعد كل شويه خاصكم تبقاو تحركوه، يعني يوميا تبقاو تحركوا لحقاش تتهبط وديك الحلبه تتهبط خاصو يتحرك. وخليوها في بلاصه مظلمه، من الاحسن ديروها في شي قرعه كما يعني اللون ديالها غامق اللون ديالها بني ماشي بحال هادي، من الاحسن باش الضو ما كيوصلش لها وديروه في شي بلاكار، يعني ديروه في بلاكار ما تيدخلش ليه الضو وصافي. كل مره تفكروها تجبدوها تحركوها بحال هكا وتخليوها، ومن بعد منين تجبدوها تتصفيوها يعني تصفيوها وديروه في شي قرعه كما قلت لكم بحال هادي. من الاحسن ديروه في شي قرعه بحال هادي باش تو الزيوت يعني خصوصا هنايا بزاف في المغرب ما كيديروهاش الزيوت كاع اللي كنشري انا تيكون اللون ديالهم غامق بحال هكا، يعني اللون ديالهم بني تيديروا فيهم الزيوت باش هكا ما تيفقدوش هذاك المفعول ديالهم، يعني ملي تتكون بحال هكا في شي قرعه ديال الزاج باينه الضوء تيوصل لها وتتفقد يعني ما تتبقاش تعطي المفعول ديالها. من الاحسن كما قلت لكم ديروا في قراعي اللون ديالهم غامق هكا تيبقاو محافظين على المفعول ديالهم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك، يعني راه شحال من وحده تدخل وما كديرش لايك ما عرفتش تنسى ولا. ما تنساونيش من لي لايك، لي لايك عاد تيطلعوا الفيديو باش يشوفوه ناس اخرين. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.